الحقيقة أولا المكان طبعا جميل جدا، التنظيم كويس، والملفت للنظر الحضور الحمد لله يعني عدد كبير جدا حاضر، يمكن أكتر من السنة فات شوية على ما أعتقد. تنظيم كويس. أنا الحقيقة ما لحقتش أعمل أي فعاليات كتير لأن امبارح كان طول اليوم كنت حاضر كورس من الصباح لغاية الساعة 5:30 مع دكتور جيف وورد من أستراليا، كورس علاج جسور، والنهاردة كان الكورس بتاعي أنا شخصيا، فكنت بدي الكورس من 9 لغاية دلوقتي الساعة 5 اهي، فما لحقتش أعمل لسه، هبدأ بقى بكرة بقى ألحق أشوف اللي أقدر أعمله تاني، بس كان ممتاز الحمد لله لغاية دلوقتي.